just one of them. Just raise it. Up, okay. Yes, sir. Up, to the rock. Let's pick a. Hit it! Jump! Jump! Jump, man. Give me the shmup. What's the issue? I think shmup. Jump! This is so fucking funny. He's loving it, man. This is the هذا هو التحكم الاستشعاري لجهاز البريس كونفرنس مؤتمر صحفي لجامعة اليمامة. وكما هو ملاحظ انه جهاز كنكت هذا الاصدار انها الاصدار النهائي لجهاز الكنكت هذا هو المستخدم الان راح يكون متوفر في اليوم العاشر من نوفمبر طبعا بعده اسعار سواء بما فيها انه راح يكون متوفر اذا كان جهاز تحكم استشعاري الحالي راح يكون ب 700 الى 800 ريال او البندل على حسب ما يكون متوفر بالاركيد اللي حسب ما بلغوني فيه انه راح يكون متوفر ب 1399 طبعا الكنكت اذا كان الكنكت الحالي فانه راح يكون فيه لعبه معه وراح يتوفر بمجرد صدور الجهاز الكنكت مع اربع العاب بما فيها السباقات والفتنس والسبورتس والدانس سنترال البندل اللي راح يكون فيه نوعين اركيد والإليت الاسعار راح تكون ما بين 1399 ريال هذا الاركيد و 1999 بالنسبه لل So Mr. Bilal, do you have anything about to tell us about the Kinect? Anything? All the questions to be. Okay. Is it just one more question? Is the Arabic gonna support the Arabic? The Arabic language for the boy? No. Maybe in the future, near. I cannot say much about that. Actually, we don't have information. Okay. Thank you very much, Mr. Bilal. هذا كل ما عندنا إن شاء الله وسبل التواصل معكم عبر موقع تقريب الحدود أخوكم سلطان القحطاني 75